باليوم الثاني من معرض نيويورك الدولي للسيارات ما تقدم كثير سيارات مهمه، اكثر الصانعين قدموا سياراتهم وجديدهم باول بريس دي. اليوم رح ننهي اكيد بهاللحظات التغطيه لهذا المعرض اللي استمرت ليومين. باليومين المقبلين رح بتشوفوا صور جديده وفيديو جديد من هذا المعرض، ما قدرنا حتى انهم دغري اونلاين على صفحتنا على facebook.com/highspeedwebtv. ورح نختم بسيارتين مميزتين نشوفوا هون. ديفولرو عم تقدم سيارتين جبارتين، سيارات اكيد بتشتغل اوف رود ولكن سياره كومبليتلي مغيره، بتشوفوا شكلها فاميليير من الخارج ولكن الانجن ترانزميشن والداخل والسسبنشن كلهم مغيرين، بتقدروا تطلعوا بهالسيارات بشكل كتير جريء وبشكل كتير اجريسيف اوف رود. وحتى عم بيقدموا اللي عم تشوفوها سياره ليمو اوف رود، يعني هي ما صارت قبل، بتشوفوا سيارات ليمو، هامرز ليمو، كاديلاك ليموز، فيراريز ليموز، يمكن كلهم على الطرقات العادية ولكن هذه الليمو بتطلع أفرود وجبارة بشكل كتير قوي. شركة روسية أمريكية، رح أعرضكم ابقى بهاليومين الفيديو تبعول منتوجات هذه الشركة، وأكيد رح نبقى نحن وياكم على اتصال دائما عبر صفحتنا على الفيسبوك هاي سبيد ويب تي في. إلى اللقاء.